السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح الجهاز العصبي للصف السادس الابتدائي. طبعا الجهاز العصبي هو فيه درسين في الوحدة الأخيرة. الدرس الأول بيتكلم عن الجهاز العصبي. طبعا الجهاز العصبي بيتكون من المخ، وبيتكون من الحبل الشوكي، وبيتكون من ملايين الأعصاب. طبعا الجهاز العصبي بيتكون من قسمين، او بينقسم الى قسمين: جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. الجهاز اهميه الجهاز العصبي ايه؟ طبعا الجهاز العصبي هو وظيفته الاحساس، يعني بيتم عن طريقه ان احنا بنحس بكل حاجه حوالينا. بيستقبل المؤثرات الداخليه والخارجيه وتفسيرها، يعني بيستقبل مثلا لو اتخبطت، او لو في مغص من داخلي، او في اي، يعني بيستقبل اي مؤثرات داخليه وخارجيه وبيعمل على تفسيرها، وبيجعل كمان الجسم يستجيب لهذه المؤثرات. الجهاز العصبي التعريف بتاعه هو جهاز الاتصال والتحكم، هو الكمبيوتر بالظبط. هو جهاز الاتصال والتحكم، فهو يعمل على تنظيم العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان. يبقى هو جهاز التحكم والاتصال، وبيعمل على تنظيم العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان. وقلنا وظيفة الجهاز العصبي هو الإحساس، استقبال المؤثرات الداخلية والخارجية وتفسيرها، وجعل الجسم يستجيب لهذه المؤثرات. أمثلة لعمل الجهاز العصبي: مثلا الإحساس بدرجة حرارة الجسم الساخن أو البارد، الشعور بالألم وتعلم الموسيقى، ضبط الاستجابات، يعني إيه؟ يعني تلازم العواطف زي السعادة أو الحزن أو الغضب، الإشراف وتنظيم وتنسيق الوظائف المتعددة التي يقوم بها جسم الإنسان. يبقى الإحساس بدرجة الحرارة الجسم الساخن أو البارد أو المر أو الخشن أو الأملس، الشعور بالألم، ضبط الاستجابات التي تلازم العواطف كالسعادة أو الحزن أو الغضب، الإشراف وتنظيم وتنسيق الوظائف المتعددة. وحدة بناء الجهاز العصبي هي الخلية العصبية. وحدة بناء الجهاز العصبي هي الخلية العصبية. وعلى فكرة الخلية العصبية هي خلية بتختلف اختلاف تام عن أي خلية في جسم الإنسان. خلية الجهاز العصبي زي ما احنا شايفينها بالظبط كده، بتتكون من قسمين: جسم الخلية ومحور الخلية. جسم الخلية ومحور الخلية. طبعا جسم الخلية بيحتوي على نواة، وبيحتوي على سيتوبلازم، وعلى غشاء بلازمي، وما ننساش طبعا دي أهم حاجة، التفرعات الشجيرية. التفرعات الشجيرية ديت التي تتصل بها تفرعات الخلايا العصبية المجاورة، هي دي اللي بتكون التشابك العصبي. يبقى وظيفة الشجيرات أو التفرعات الشجيرية ديت هي بتكون الايه؟ بتكون التشابك العصبي. يبقى جسم الخلية بيتكون من النواة، سيتوبلازم، غشاء بلازمي، والتفرعات الشجيرية، ودي مهمة جدا لأنها بتعمل على التشابك العصبي أو بتكون التشابك العصبي. أما بقى محور الخلية زي ما احنا شايفين، بيتكون محور الخلية من غلاف دهني، تمام كده، وبينتهي بتفرعات نهائية. التفرعات دي برضو يعني إلى حد ما شبه الشجر، بينتهي المحور بتفرعاته النهائية، ودي بتتصل بالعضلات أو بتكون تشابك عصبي. يا إما بتتصل بالعضلات أو بتكون تشابك عصبي. يبقى لما اجي اعرف ايه هو التشابك العصبي، هو التفرعات الشجيريه التي تتصل مع تفرعات خلايا العصبيه المجاوره. التفرعات الشجيريه التي تتصل مع تفرعات الخلايا العصبيه المجاوره، هو ده التشابك العصبي. التفرعات الشجيريه تتصل مع تفرعات الخلايا العصبيه المجاوره، والتفرعات بتتصل مع تفرعات اخرى، وهكذا بيكون التشابك العصبي. يبقى الخليه العصبيه بتتكون من جسم الخليه ومحور الخليه، والتفرعات الشجيرية بتكون تشابك عصبي، أما التفرعات النهائية ممكن برضو تكون تشابك عصبي أو تتصل بالعضلات. الجهاز العصبي نوعين: جهاز عصبي المركزي قلنا والطرفي. الجهاز العصبي المركزي بيتكون من المخ والحبل الشوكي. المخ والحبل الشوكي. المخ بيتكون من النصفان الكرويان والمخيخ والنخاع المستطيل. ويبقى المخ الأول بيتكون من النصفان الكرويان والمخيخ والنخاع الشوكي، تمام كده. طبعا هنتكلم الاول ان شاء الله عن المخ، وبعد كده ان شاء الله هنتكلم على الحبل الشوكي. ده طبعا الجهاز العصبي المركزي. طبعا المخ هو عبارة عن كتلة عصبية كبيرة تحتوي على الملايين من الخلايا العصبية. كتلة عصبية كبيرة تحتوي على ملايين من الخلايا العصبية. يبقى المخ ده عبارة عن ايه؟ كتلة عصبية كبيرة تحتوي على ملايين من الخلايا العصبية، وتخرج من المخ الاعصاب المخية. مكان طبعا الاعصاب المخيه دي طبعا للجهاز العصبي الطرفي، ماشي كده. المخ كتله عصبيه تحتوي على ملايين من الخلايا العصبيه. مكان المخ طبعا موجود في العلبه العظميه تسمى الجمجمه. طب ليه موجوده في العلبه العظميه؟ حتى تحميها. وظيفه المخ طبعا هو الكمبيوتر بتاع الجسم، هو مركز التحكم الرئيسي في الجسم. مركز التحكم الرئيسي في الجسم. مركز التحكم الرئيسي في الجسم بيوجه ويرصد جميع العمليات الحيويه والافكار والسلوكيات والعواطف. يبقى المخ للكمبيوتر، علل، هقول مركز التحكم الرئيسي في الجسم.
وبيتركب المخ من 3 أجزاء: النصفان الكرويان والمخيخ والنخاع المستطيل. النصفان الكرويان والمخيخ والنخاع المستطيل النصفان الكرويان والمخيخ والنخاع والمخيخ هو وده النخاع المستطيل النصفان الكرويان والمخيخ والنخاع المستطيل. وعلى فكرة مخ الخروف ده مخ خروف، بيتشابه في التركيب مع مخ الإنسان في التركيب بتاعه. يبقى النصفان الكرويان والمخيخ والنخاع المستطيل. لما أجي أتكلم عن النصفان الكرويان اللي هم الكبار، هو جسم كروي كبير بيحتوي طبعا على تلافيف وتشابكات. طبعا احنا عارفين المخ بيبقى فيه تلافيف وتشابكات زي اللي احنا شايفينها دي، أو تلافيف وثنيات. طبعا التلافيف والثنيات دي بيفصلها زي ما احنا شايفين كده، برضو فيه شق أوسطي أو شق وسطي بيفصلهم عن جزئين وبتربطهم مع بعض ألياف عصبية مسؤولة عن الاتصال بينهما. الجزء الخارجي بنسميه القشرة المخية وهي مادة رمادية اللون، والجزء الداخلي هي مادة بيضاء. يبقى النصفان الكرويان هو جسمان كرويان زي ما احنا شايفين كبيران يفصلهما شق وسطي وتربطهما مع بعض ألياف عصبية. وقلنا كمان ان الجزء الخارجي منه بيبقى لونه رمادي واسمه القشرة المخية، والجزء الداخلي اسمه المادة البيضاء. الجزء الخارجي اسمه قشرة مخية لونها رمادي، والجزء الداخلي اسمه مادة بيضاء. ايه الوظيفة اللي بيقوم بها النصفان الكرويان؟ هو التحكم في الحركات اللا إرادية. أنا أسفة، التحكم في الحركات الإرادية. التحكم في الحركات الإرادية زي الجلوس أو المشي أو الجري. وكمان بيعمل على استقبال النبضات العصبية من أعضاء الحس الخمسة. بيستقبل النبضات العصبية من أعضاء الحس الخمسة زي العينين والأذنين والأنف واللسان. وبيعمل كمان على إرسال الاستجابات. ويبقى بيعمل 3 حاجات: أول حاجة التحكم في الحركات الإرادية زي المشي أو الجري، استقبال النبضات العصبية من الأعضاء الحسية الخمسة، ومش بس كده ده بيرسل لها كمان استجابات. وبيحتوي برضو على مراكز التفكير والتذكر، بيحتوي على مراكز التفكير والتذكر. أما المخيخ بقى، المخيخ الجزء الثاني هو بيبقى موجود من تحت شوية في الجهة الخلفية للمخ زي ما احنا قلنا. الوظيفة بتاعته هو الحفاظ على التوازن الجسم. وطبعا نسمع دايما لما حد بيتضرب على راسه من ورا ممكن يقع يفقد توازن، لأن المخيخ موجود في المنطقة الخلفية من أسفل المخ، بتعمل على الحفاظ على توازن جسم الإنسان. أما النخاع المستطيل اللي هو بقى بيربط ما بين المخ وما بين الحبل الشوكي، فالنخاع المستطيل هو أسفل المخيخ، بيصل المخ بالحبل الشوكي. الوظيفة بتاعته هو العمليات اللا إرادية. يعني إيه عمليات لا إرادية؟ زي مثلا ضربات قلب الإنسان إحنا ما بنتحكمش فيها، أو حركة التنفس، أو حركة الأمعاء. تمام كده؟ يبقى أنا عندي المخ بيتكون من 3 أجزاء: النصفان الكرويان والمخيخ والنخاع المستطيل. النصفان الكرويان دول اللي هم جسمان كبيران بيفصلهما شق وسطي بيربطهما مع بعض ألياف عصبية، والجزء الخارجي اسمه القشرة المخية، والجزء الداخلي اسمه مادة بيضاء. تمام كده؟ أما الوظيفة بتعمل على التحكم في الحركات الإرادية لجسم الإنسان زي الجلوس والمشي والعدو السريع، وبتعمل استقبال النبضات العصبية من أعضاء الحس الخمسة، وكمان بيعمل على إرسال الاستجابات ليها، وبيحتوي على مراكز التذكر والتفكير. المخيخ بيحافظ على توازن جسم الإنسان، أما النخاع المستطيل بيربط ما بين المخ وما بين الحبل الشوكي. وظيفته هي العمليات اللا إرادية زي ضربات القلب أو أعضاء الجهاز التنفسي أو حركة وظائف الجهاز الهضمي. الحبل الشوكي بقى هو الجزء الثاني من الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والحبل الشوكي. الحبل الشوكي دوت هو عصب اسطواني. تمام كده؟ بيبقى موجود داخل العمود الفقري. تمام كده؟ هو بيتصل بالنخاع الشوكي، النخاع المستطيل للمخ. ماشي كده؟ يبقى الحبل الشوكي ده هو عصب اسطواني زي ما احنا شايفين، بيبقى موجود داخل فقرات العمود الفقري طبعا لحمايتها، لان بيبقى جزء طري جدا فبيحمي العمود الفقري. تمام؟ وظائف الحبل الشوكي ايه بقى؟ هو نقل الرسائل العصبيه. هو يعتبر زي البوسطجي او زي البريد، هو بينقل الرسائل العصبيه من اعضاء الجسم المختلفه الى المخ والعكس. وكمان مسؤول عن الافعال المنعكسه، ودي لسه هناخدها بعد كده. يبقى الحبل الشوكي هو عباره عن عصب اسطواني موجود داخل الفقرات لحمايتها، طبعا اللي هو العمود الفقري لحمايتها. الوظيفه بتاعتها هو الافعال المنعكسه، وكمان بيعمل على نقل الرسائل العصبيه من المخ والعكس. بيعمل على نقل الرسائل العصبيه من اجزاء الجسم للمخ او العكس، او من المخ الى الجسم وهكذا. تمام كده؟ وعلى فكره زي ما احنا شايفين اهو، ده بيكون الحبل الشوكي زي ما احنا شايفين، بيكون الماده اللي بره عكس بقى المخ. الماده اللي بره بتكون بيضاء، والماده اللي جوه بتكون رماديه اللون. الماده اللي بره بتكون بيضاء، اما الماده اللي جوه بتكون رماديه اللون. عكس النصفان الكرويان بيكون الجزء اللي بره بيبقى لونه رمادي واسمه القشره المخيه، والجزء الداخلي لونه ابيض. اما النخاع او الحبل الشوكي
الحبل الشوكي بيكون الجزء الخارجي بيكون مادة بيضاء، والجزء اللي جوه بيكون مادة رمادية على شكل حرف H عكس النصفان الكرويان. الجهاز العصبي الطرفي بيتكون من أعصاب مخية وأعصاب شوكية. الأعصاب المخية بتخرج من المخ وعددها 12 زوج، وأعصاب شوكية عددها 31 زوج. يبقى الجهاز العصبي الطرفي بيتكون من جزئين، أعصاب مخية وأعصاب شوكية. الأعصاب المخية عددها 12 زوج، والأعصاب الشوكية عددها 31 زوج. تمام كده؟ الأعصاب المخية بتخرج من المخ، والأعصاب الشوكية بتخرج من الحبل الشوكي. وظيفتها ايه بقى؟ وظيفة الجهاز العصبي الطرفي دوت هو بيعمل على توصيل المعلومات الحسية من أعضاء الجسم إلى الجهاز العصبي المركزي، وبيعمل على الاستجابات الحركية ما بين الجهاز العصبي المركزي إلى جميع أجزاء الجسم. يبقى بيعمل على توصيل المعلومات الحسية من أعضاء الجسم إلى الجهاز العصبي المركزي، وكمان بينقل أو بيعمل توصيل الاستجابات الحركية ما بين أعضاء الجهاز العصبي المركزي وما بين أجزاء الجسم. طبعا احنا قلنا من شويه الفعل المنعكس دوت ده من ضمن وظائف ايواء الحبل الشوكي. يعني ايه فعل منعكس؟ هو عباره عن استجابه تلقائيه من الجسم نحو المؤثرات المختلفه. استجابه تلقائيه من الجسم نحو المؤثرات المختلفه يعني ايه؟ يعني مثلا يبقى انا عندي هنا عباره عن استجابه تلقائيه من الجسم نحو المؤثرات المختلفه، زي التعرض المفاجئ للضوء او الحراره، او مثلا الاشواك. يعني مثلا ممكن وانا ببص للضوء الاقي نفسي عيني غمضت لوحدها، او مثلا لو انا مسكت شوك الاقي نفسي ايدي بتبعد لوحدها، او لو مسكت حاجه سخنه ايدي بتبعد لوحدها. هو ده الفعل المنعكس، هو عباره عن استجابه تلقائيه للجسم نحو المؤثرات الخارجيه المختلفه، وطبعا ده المسؤول عنه مين؟ الحبل الشوكي. طيب هناخد بقى تفسير رد الفعل. اول حاجه لو انا مسكت شوك ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اول حاجه حده الاشواك دي هتاثر على النهايات العصبيه الموجوده في الاصابع، يبقى تاثر على النهايات العصبيه الموجوده في الاصابع، فهتولد نبضات عصبيه. النبضات العصبيه دي هتنتقل الى الحبل الشوكي، تمام كده، خلال ليف عصبي حسي. وبعد كده هتنتقل نبضات عصبيه من الليف العصبي الحركي، من خلال قصدي الليف العصبي الحركي، من الحبل الشوكي الى عضلات الذراع. وبعد كده هتنتقل نبضات اخرى من الحبل الشوكي الى مراكز الحس بالمخ. يبقى اول حاجه هنا هتاثر الاشواك ديت على النهايات العصبيه الموجوده في الاصابع، هتنقل نبضات عصبيه الى الحبل الشوكي عن طريق مين؟ ايوه، عن طريق ليفه، عن طريق الليفه العصبيه الحسيه. عن طريق مين؟ الليفه العصبيه الحسيه. وبعد كده الحبل الشوكي هيرسل هو اخر نبضات عصبيه الى الذراع او الى عضلات الذراع، عن طريق مين؟ عن طريق ليف عصبي حركي. عن طريق مين؟ ليف عصبي حركي. وبعد كده هتنقل برضو الحبل الشوكي نبضات اخرى الى المخ ومراكز الحس. يبقى اول حاجه هتاثر على الاعصاب الموجوده او النهايات العصبيه الموجوده في الاصابع، هتعمل نبضات عصبيه هتنتقل الى الحبل الشوكي عن طريق مين؟ الليفه العصبيه الحسيه. وبعد كده الحبل الشوكي هيرسل نبضات عصبيه الى مين؟ الى الذراع او الى عضلات الذراع عن طريق ليفه عصبيه حركيه. وبعد كده هينقل الحبل الشوكي نبضات اخرى الى المخ والى مراكز الحسيه المخيه. طبعا امثله الفعل المنعكس زي افراز اللعاب والانزيمات القناه الهضميه، او زي ما احنا شايفين اقتراب جسم خارجي من العين فبيحصل انقباض لانسان العين، او جسم ساخن نبتعد بسرعه. كل دي امثله على الفعل المنعكس. ما اهميه الجهاز العصبي؟ طبعا احنا قلنا الجهاز العصبي مهم جدا، بيحمل الرسائل العصبيه من ايه؟ من مناطق الجسم الى منطقه اخرى، بيعمل على تنظيم وتنسيق جميع العمليات الحيويه، باستقبال المؤثرات الخارجيه المحيطه. دي كلها من وظائف الجهاز العصبي. يبقى الجهاز العصبي حمل الرسائل العصبية من الجسم إلى مناطق أخرى، العمل على تنظيم وتنسيق جميع العمليات الحيوية، بيقوم باستقبال المؤثرات الخارجية، وكمان بيعمل على تفسيرها. طيب ازاي نحافظ على الجهاز العصبي المركزي؟ طبعا اول حاجه عدم الاسراف في المنبهات، ان انا ما اشربش شاي ولا قهوه كتير. عدم الاسراف في المنبهات لانها بتعمل على زياده ضربات القلب وتزيد التوتر، وتزيد التوتر. تاني حاجه نبتعد عن تناول الحبوب المهدئه، برضو بتؤثر تاثير سلبي على الجهاز العصبي. تالت حاجه عدم ارهاق اعضاء الحس، مثلا ان انا ما افضلش قاعده قدام الكمبيوتر مده كبيره لان ده بيرهق اعضاء الحس. غير كمان اعطاء الجسم فتره كافيه خاصه اثناء النوم ان احنا ننام كويس. نبعد عن مواقف الانفعال الشديده، ونبتعد طبعا عن التلوث والضوضاء لانها برضو بتؤثر على الجهاز العصبي تاثير سيء. نعمل او نقوم على ممارسه الرياضه والابتعاد عن الادمان. يبقى اول حاجه نقلل من المنبهات لانها تؤثر على ضربات القلب وتؤثر على النوم وتزيد من التوتر العصبي. ان احنا نبتعد عن المهدئات وطبعا عن المخدرات، وعدم ارهاق اعضاء الحس من احنا ما قاعدين قدام الكمبيوتر مده كبيره لان ده بيأثر على اعضاء الحس. نبعد عن الضوضاء، نبعد عن مواقف الانفعال الشديده، نعطي الجسم فتره كافيه للنوم، نمارس الرياضه.
تمام كده. طبعا الادمان بيأثر على الجهاز العصبي، الجهاز العصبي بيأثر عليه تأثير سلبي جدا. اول حاجة بيعمل على إعاقة التعليم، بيعمل على التوتر العصبي، بيعمل على التبلد، فقد الإحساس بالزمن، الأرق. يبقى تأثير الإدمان على الجهاز العصبي إعاقة التعليم والتذكر، التوتر العصبي، التبلد، فقد الإحساس بالزمن، الأرق. وبكده نكون خلصنا الجهاز العصبي في جسم الإنسان. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.